جزء من مسارك السياسي مارسته خلال فترة الاستعمار؟ في الواقع أظن أنه ما بصم ذاكرتي وأنا صغير جدا هو ما حدث من اضطرابات نتيجة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. كيف أثرت هذه الازدواجية في تلقي التعليم في مسارك؟ نتحرر من قبضة الفقيه في ذلك الحين. فترة الطفولة. نعم. عندما قابلت لأول مرة المغفور له الملك الحسن الثاني عندما كان وليا للعهد. الحسن الثاني طبعا كان زار منزل جدتي مريم القباس وجدي الحاج عمر الخطيب.